كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي المتابعين بدهم يتحكموا فيي ليوم كامل. وانا نزلت ستوري على الانستغرام وقلت فيها كل واحد يكتب لي تعليق وانا رح نفذه بهذا اليوم. الله يسترنا من الفضايح. قبل ما نبدأ هالفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد. بحبكم. يلا نبدأ الفيديو. روحي على الدكان اشتري اشياء وبالاخر قولي له ما بدي اياهم. ولي والله بيطردنا من الدكان، بس خلينا نشوف ونشوف شو ردة فعله. هلا وصلنا على الدكان رح نفوت ونقول له والله اليوم بدي اكل اكل من شي محل. بدي 10 حلاوي. ولا قل ما عادش بدي اياها. بلاهم غيرت رأيي. ولا كيف الاهم صلي ساعة بنزلك يا عم رفوف. التعليق اللي بعده بيقول اطلبي من جوز خالتك مصاري. لا ولو مو لهالدرجة، بس يلا خلينا نروح ونشوف شو بده يقول. طلعت لروح لعند عمو ابو النور لقيته هون عم بيصلح، خلينا نروح نطلب منه. ما شاء الله المنظر عم صوري. الله مصاري شو دولار او يورو بديك؟ دولار. ما رجع ولا معانا مصاري، ما كنا اشتغلنا بالمي وال اولي بالي. لا اشتغل. عندي بدك دولار؟ عندي دولار. طيب طاقتك في جوب. لا حد يشوف. روح عندي. عجبكم؟ شوف شو عطانا. بدنا مصاري. روح طاقتك في هلا فضحتينا قدام الكاميرات. مصاري؟ من اجل لك مصاري انا. لماذا نحن هنا؟ روحي فضحتينا. شايفين؟ الطلاق اللي بعده بيقول تروحي عند اي حدا وتقولي له اشتري لي شيبس. بدكن يعني ايش حد؟ والله هيك كتير، بس يلا خلينا نروح. طيب قلبي شايفين الشاب اللي قاعد على الموتور؟ والله ما بعرفه ولا بيعرفني، رح روح اطلب منه بس مشان. هذا التعليق انا سحبته من اليوتيوب، بيقول روحي على محل لحمه وقولي له في محل ملحمه قريب هون. اللي فهمته من هذا التعليق انه بدي روح لعند محل اللحام وقول له انه في محل لحمه قريب هون. يا ولي بلكي قتلني. يلا خلينا نروح. طيب قلبي هلا وصلنا على بياع اللحمه وبدنا نفوت نقول له في لحم قريب هون، انتم بدكم تفضحوني. التعليق اللي بعده بيقول روحي عند خالتك وساعديها. اي حرام والله كثير تعبانه، خليني اروح ساعدها. شكرا لكم لانكم عم تهتموا بخالتي. هلا بدنا نروح نساعد خالتي. حبايب قلبي رحت لعند خالتي وقلت لها بدي اجلي لك الجليات، قالت لي غريب، قلت لها والله المتابعين بدهم هيك.
قرايبي خالته شخصي اللي هيك يعني ما عنده جد. مقطع اليوم تطبخوني فيه والله. شايفين بسرعة خلصت. خلصنا. لنشوف شو في طلبات كمان لإنكم نعمله. التعليق اللي بعده بيقول بتحداكي تاكلي أحر أندومي. هاي أندومي حاد مثل ما شفتوا حطيت كل الأندومي حاد. طيب خذوا كمان أنتوا يعني تحرحروا معي مو بس أنا. ليش طويلة؟ ليه كتير حد؟ التعليق اللي بعده بيقول صوري مع عصفور. تكرم عيونكم. خلينا نروح نصور. طيب قلبي هذا العصفور اجانا هدية من عند كوكو وفرح. شايفين ما احلى عصفور. هلا راح اتصور بحده. يلا عصفور طلع على الكاميرا. حلوين الصور. روح لعنده روح لعنده. ما بيخاف مني تعود علي. لون باي. العلاقة اللي بعده بيقول اطلعي برا وعيطي بصوت عالي احبكم متابعين. اي والله انا بحبكم كتير وهلا راح اطلع لبرا وبقول بصوت عالي انا بحب متابعيني. يلا انا واقفه بالشارع راح اصرخ مشانكم انتم. انا بحب متابعيني. التعليق اللي بعده بيقول بدنا غني أغنية بدنا تغني أغنية نسمعها بصوتك. طيب ماشي شو بدنا نغني؟ طب يلا. الحجر الصحي جنني طير لي عقلي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفته وقلبي ملهوف والله انا المحبوس اوعى انتي تجيني واخده دي على هادي وجملها مش عادي لما تيجي وصابي اموت 200 مره يا شغله افكاري حسي بقى بناري يا حلاوه بنت كاري يا حلاوه الحته وقت شفتها قدامي بايدك فوفو كمامي خربت لي بيت المجنونة أحسن شوفها بما نامي. وهي غنيت لكم الأغنية. التعليق اللي بعده بيقول تمشي بالشارع حافية. هاي سهلة بس إن شاء الله ما بيكون حدا بالشارع ويشوفني بصير يضحك علي. الشارع حافية. ما في حدا بالشارع. التعليق اللي بعده بيقول احكي لبناني وانا احبك كتير وانا بحبك. شبكي خيتي انا بعرفش بحكي لبناني كتير انا ظهري لبرا شوي وراجع. التعليق اللي بعده بيقول البسي لبس وداد. هلا رح البس تياب وداد. واحد اثنين ثلاثة. شو رأيكم لابقيني بس كبار علي ما؟
تقولي لابسة فستان. التعليق اللي بعده بيقول البسي حجاب. هلا وداد رح تلبسني الحجاب. يلا يا وداد. بعد بشبه اختي. صورونا صورة. هذا التعليق بيقول اكلي ناتيلا مع الخبز. والله عم تدعموني، يعني كل الاشياء طلبتوها مني سهلة. والله عم تدعموني، شكرا لكم يا غوالي. التعليق اللي بعده بيقول اتصلي على متابع الانستغرام بليز. حبايب قلبي هلا راح اختار شخص من المتابعين على الانستغرام ويعني واحكي معه. مرحبا. كيفك؟ كيف صحتك؟ بس شو مين اللي عم يحكي؟ ممكن تعمل نعم؟ ممكن تعمل فيديو انك تقرأي رسائل الانستغرام؟ ممكن تعمل فيديو تقرأي رسائل الانستغرام؟ ان شاء الله. كيفك؟ انا متابعتك كثير كثير بحبك. وانا بحبك. هلا انا بعمل لك انه لايك وكل شيء، بس على موبايل ماما. موبايلي ما بقدر لانه شو اسمه، لانه انا ما عندي حساب، يعني ما بقدر احط لايك وهيك شغلات. طيب ماشي حبيبتي، انا بس حبيت سلم عليكي. وانا كمان حبيت كثير وانبسطت انك سلمتي علي. ان شاء الله توصلي لاكثر من 300,000، يعني للمليونين. تسلمي حبيبتي. تعليق هذا بيقول اضرب وداد كف. يا سلام، هذا احلى تعليق شفته. خلينا نقوم نضرب وداد. وداد اقرأي شو مكتوب هون. اضربي وداد كف. وداد هيك المتابعين كتبوا لي انه اضربي كف. بترجاكي تستحمليني هالوقت. بس ان شاء الله بتوجد. التعليق اللي بعده بيقول صورتك من كنت عمر 5 سنوات. لما كان عمري 5 سنوات ما عندي صورة، رح احط لكم صورتي لما كان عمري 7 سنين، رح احط لكم اياها هون. التعليق اللي بعده بيقول ليانا بدي منك تلبسي 20 بلوزة فوق بعضهم. واو شو ما تقلك وداد، بتقولي نعم بحبكم كتير، بحبكم كتير انتي وداد. متابعتك من العراق، اهلا وسهلا فيك وبكل اهل العراق. هلأ رح البس 20 بلوزة. هلأ رح البس 20 بلوزة، رح تساعدني وداد، انا لابسة 2. يلا يا وداد. Thank you.
تشرب سنينك. لهون نكون انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، عذبتوني كتير اليوم بس الحمد لله انا قدرت اعمل كل شيء طلبتوه مني، وكانوا الطلبات كتير حلوة. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد. بنحبكم، باي، واستنونا فيديوهات جديدة، باي.